عن طريق لاعب نص ملعب اليو ديانج. اليو ديانج يمشي على طول الكره ثاني اهلاويه في الجبل اليسرى، محاوله معلول، معلول العرضيه لكن يطلع الدفاع يضغط ثاني والحكم يدي اعتقد هنا يدي ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف هنا هل في تهور، ادي مروان محسن ويدي ركله جزاء حكم المباراه لصالح الاهلي. اذا ركله جزاء لصالح النادي الاهلي يديها الحكم لما اشوف مروان محسن، وادي ركله جزاء هيروح لها مجدي قفشه. ادي مجدي قفشه، شوف هنا على طول مروان محسن ومجدي قفشه هو اللي هيلعب ركله الجزاء لصالح الاهلي. شوف مروان محسن، ادي مروان محسن دخل ولكن في عرقله من اللاعب محمود الجزار يتسبب في ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. ركله جزاء على طول على التنفيذ، مجدي قفشه، ادي قفشه وادي ايمن اشرف، ادي ايمن اشرف مجموعه اللعيبه اللي بتشارك في الافتايم الثاني. يخرج ياسر ابراهيم بقى كمان شكله الاصابه. تبديلات مفتوحه في المباراه الوديه، الكل يحاول يجرب. الاهلي في طريقه لهدف ثالث. على المستوى النفسي مهم جدا في الانطلاقه، ركله جزاء على طول ثاني مجدي قفشه، مجدي قفشه وركله جزاء، مجدي قفشه وركله جزاء والهدف الثالث يا ولد ممتاز. الهدف الثالث في مرمى الحارس، يعني هدف ثالث. اذا هدف ثالث الان يسجل في مرمى فريق نادي الجونه، 3 للاهلي في الست دقائق الاولى. شوف المحاوله لكن هدف جميل جميل، قفشه يحطها حلو قوي على يمين حارس المرمى. يتقدم الاهلي بثالث اهداف، 4 في المباراه الماضيه و3 لحد الدقيقه 51 والدقيقه 6 تقريبا وتحديدا في شوط المباراه الثانيه.